بالنسبه لي حتى في حذاء رياض محرز ما يجيش. تحت اللوبيات، تحت الكولسه، تحت ايضا صفر زيرو، ما فازوا باي لقب، زيرو كف المروك. وراك حاب انت مدوها المحرز ومحرز يكون. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش راكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنساوش تعطونا اراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم، كل حب والاحترام للجميع. اول شيء نبداو به في هذا الفيديو باش نتكلموا على فضيحه الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي دارتها بسبب الجوائز تاع الكاف. استبعاد رياض محرز يعتبر فضيحة من العيار الثقيل، واستبعاد نادي اتحاد العاصمة أيضا يعتبر فضيحة من العيار الثقيل. جوائز الكاف صارت معروفة ومكشوفة الآن عند الخاص والعام، وكل الناس تتكلم عليها أن الكاف جوائزها مبنية على الرشوة، عن المحاباة، وكل شيء مبني في الكواليس لا أكثر ولا أقل. اسمع معانا المعلق التونسي عصام الشوالي المعروف عالميا والغني عن التعريف. أنا كجزائري إذا تكلمت ودفعت على محرز، وإذا تكلمت ودفعت على اتحاد العاصمة، ممكن يجيوني أصحاب الرؤوس المربعة في التعليقات ويقول لي أنك تدافع عليهم لأنهم أبناء بلدك. أبناء بلدي ندافع عليهم، هذه باينة على كل حال، مانيش راح ندافع عليك أنت. ولكن عصام الشوالي أتكلم كلمة الحق عن رياض محرز وعن نادي اتحاد العاصمة، واسمعوا معنا جيدا، وأي واحد يعرف كرة القدم راح يقول نفس الكلام. كنت تكلمت على الأسطورة الألماس وهو الجزائري، دخل التوب 10 في البالون دور، الحقيقة امتعاد كبير في الوسط الرياضي الجزائري من عدم وجود رياض محرز بعد موسم استثنائي مع المان سيتي في التوب 3 والمؤهل للبالون دور. بلندور هناك تسريبات على انه أوسيمان لاعب البارتينو بي نادي نابولي هو من سيحرز البلندور بعد 3 أيام تقريب في حفل الكاف في المغرب، هكذا تقول الكواليس. حفل الكاف وين؟ في المروك. يعني حفل الكاف في المروك وراك حاب انت يمدوها المحرز ومحرز يكون موجود؟ اكيد ما يمدوهاش المحرز لانهم لا يحبون لا محرز ولا يحبون الجزائر ولا يحبون اي جزائري. بطبيعة الحال ما راحش يكون محرز موجود لانه كل الامور بالكولسة وبالكواليس. شوالي وش قال؟ موسم استثنائي لرياض محرز، محرز تألق، محرز حقق الثلاثية مع نادي السيتي، وبعض الاغبياء اللي يقول لك انه محرز كان في الدكة، محرز وما لعبش، محرز كذا. اوكي شوف احصائياته وارقامه صديقي، انك تسكت وما تجيش تتكلم. اللي يقولوا هذا الكلام مجرد اغبياء لا يعرفون كره القدم الافريقيه. ايضا بالنسبه لي انا خليني نعطي موقف مش ناقل للخبر، انا اتعاطف ان رياض كان يستاهل حقيقه يدخل في التوب 3، وايضا استغربت عدم وجود اسماء بطل الكونفدراليه وبطل السوبر الافريقي ماهوش موجود في افضل انديه افريقيا 3 هذا العام. نقطه استفهام، اذا هز البطولتين واذا ربح بطل الشامبيونز ليج على السوبر وحاليا الاول في الترتيب، خيارات طبعا دائما تبقى نسبيه، تبقى نسبيه في المطلق. ولا شوف هنا عصام الشوالي يتكلم على نادي اتحاد العاصمه، فضيحة من العيار الثقيل أنه نادي اتحاد العاصمة اللي توج بلقبين إفريقيين وغير متواجد ما بين الثلاثة الأوائل، لأنه اتحاد العاصمة من الأول كانت الناس تقول لك أنه نادي اتحاد العاصمة هو اللي راح يتوج بأفضل نادي إفريقي، والمفاجأة والفضيحة الكبيرة أنه نادي اتحاد العاصمة غير موجود حتى ما بين الثلاثة الأوائل. والأمر الغريب أنك تشوف عبد الحق بن شيخة مدرب مترشح مع 3 أفضل مدربين وموجود في القائمة حاليا، ولكن الفريق تاع بن شيخة غير موجود. هنا تعرف أن المنطق لا يوجد في الكاف، لا يوجد في الكرة الإفريقية، لكن تبقى تحت الضغط، تحت اللوبيات، تحت الكولسة، تحت أيضا نحن في إفريقيا معناش ممكن الرعاة الكبار في أوروبا اللي يفرض لاعب باش يدخل لأنه يعني عنده سبونسور قوي، احنا ممكن معناش في افريقيا هذا مقارنة مع القارة الاوروبية. فالانتظار نرجع للمام افريقيا كما سمعتوا معنا، بالكولسة، بالمحاباة وبالرشاوي. حتى الشوالي وقالها
الشوالي يعرف أنه الكولسة موجودة في إفريقيا، وكل الناس تعرف أنه الكولسة موجودة في إفريقيا. وأما بخصوص رياض محرز بالأخص، كما راكو تشاهدوا معنا، رياض محرز الألقاب اللي توج بها، توج بدوري أبطال أوروبا، توج بالدوري الإنجليزي وبكأس الإنجليزية، يعني توج بثلاث ألقاب، وكان ثلاثية تاريخية لرياض محرز. هنا ألقاب ما نتكلموش، أنه اللاعب توج بهذه الألقاب الكبيرة وغير متواجد ما بين الثلاثة الأوائل. زائد على ذلك، الناس اللي يقولك أنه محرز ما كانش يلعب وجليس في دكة البدلاء، محرز مع نادي مانشستر سيتي في الموسم هذا سجل 19 هدف وصنع 19 هدف، يعني لاعب إحصائيات وأرقامه تتكلم عليه، صاحب تأثير كبير جدا. المباريات اللي لعب فيها كان لاعب مؤثر ولعب حاسم، لعب بإمكانيات محرز وبمهارات محرز، مستحيل أنك تقارنه مع حكيمي ومع أشباه اللاعبين هادو، من المستحيلات السبعة، لأنه حكيمي أنا بالنسبة لي حتى في حذاء رياض محرز ما يجيش، لا يجيش، مقارنة ممنوعة صراحة. صلاح وش قدم؟ موسم كان ما قدم فيه ولا شيء مع نادي ليفربول، ليفربول كان يعاني ذلك الموسم، ما قدموا ولا شيء وكانوا يعانيوا، مستواهم كان رديء جدا. أوسيمان يستحق بجدار وباستحقاق أنه يكون متواجد في هذه القائمة، لأنه تألق مع نادي نابولي وتوج معهم بالدوري الإيطالي وقدم موسم رائع جدا، حتى في الشامبيونز ليج شفنا التألق تاع نابولي. ولكن حكيمي تواجده غير منطقي تماما، وتواجد محمد صلاح أيضا غير منطقي تماما، مع كل احتراماتنا لمحمد صلاح كإمكانيات لعب كبير وأيضا، ولكن في الموسم هذاك مع ليفربول لم يقدم أي شيء، وموسم صفر أيضا لصلاح لم يحقق أي لقب، يعني وجوده غير منطقي. رياض محرز كان هو الأجدر والأحق أنه يتوج بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا، وأنا بالنسبة لي يبقى رياض محرز دائما هو أفضل وأحسن وأروع لاعب في إفريقيا وعربي بصفة عامة، لأنه محرز إمكانياته كبيرة جدا لا يقارن بهذه الأطفال. أما بالنسبة على نادي اتحاد العاصمة، نادي اللي فاز بلقبين إفريقيين بجدارة وباستحقاق وغير موجود في هذه الثلاثة الأوائل، هنا تشوف أنه الأمر غير منطقي، غير منطقي صديقي، أنه فريق متوج بلقبين إفريقيين وغير متواجد من هذه الثلاثة، وأنه فريق الوداد المروكي محقق موسم صفر 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 زيرو، ما فازوا بأي لقب زيرو وموجودين. لماذا؟ هنا تفهم صديقي أن الرشوة، المحاباة والفساد الكروي الموجود في إفريقيا هو اللي يفوز بجدارة وباستحقاق.